This I have perfected for you, your religion, and completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. نشر الصنم وبالتعاون مع غرفة أنصار آل محمد في البال توك أن يقدموا لكم فيلم العمامة أفيون الصفوية إعداد وتقديم الأخ أبو عمر النيكاراغوي عفى الله عنه. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أدام الصيحة التي هي من حتميات الظهور والسفيان الذي هو من حتميات الظهور لم يتحقق هذان الشرطان فكل من يدعي اللقاء بهذا المعنى والاتصال فهو مفتري. إذا العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في شقاوة أنعمه. الشيخ الشيعي حسين الفهيد وتقسيمه للحيوانات والنباتات بل حتى الجماد إلى موال لأهل البيت ومعاد لهم، والحمد لله على نعمة العقل. مو بس ترى من البشر، مو بس ترى من البشرية، مو من البشرية، كل شيء أكو موالي وأكو معاد. حجارة الكعبة موالية لكن سقيفة بني ساعدة هذه حجارتها موالية، حجارة الحسينيات والمساجد موالية، حجارة البارات ومحلات الخمور هذه موالية، لا حجارة اللي ينبني بها قبور الأئمة موالية، والحجر اللي صك جبين الحسين موالي. إن في من الحيوانات محب لأهل البيت وفي من الحيوانات مبغض لأهل البيت. هذا الفيل محمود الذي وجه لهدم الكعبة وأبى، هذا مؤمنا بالله، هذا مؤمن بالله. لكن خيول الأعوجية مؤمنة بالله؟ لا. الطيور التي أرسلت على جيش إبرهة الصباح ابن الصباح لعنه الله، فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه طيور موالية، طيور التي لطخت أجنحتها بدم الحسين موالية، تختلف. بعكس البرص، هذا البرص لعنه الله، هذا مبغض لأهل البيت، بغض عجيب هذا الخبيث. هذه رواية اللي عن الإمام الصادق، واحد جالس يمه وهذا البرص هذا على الجدار فيطلع لسانه، يقول الإمام الصادق اللي جالس يمه يقول أتعرف ما يقول؟ قال شنو يقول؟ قال يقول إن سببتم عثماننا سببنا عليكم. هذا ناصب خبيث ملعون، هذا شكل عجيب خبيث، هذا خبيث ملعون. هذا يوم هذا النمرود بن كنعان لعنه الله أشعل النار يريد يحرق فيها نبي الله إبراهيم، هذا البرص ايش يسوي الكلب هذا؟ هذا يروح إلى الصحراء يجيب أعواد صغيرة يجيبها يرميها في النار. هالملعون هذا موجود في قصص الأنبياء. بعكس الضفدعة، هذا الضفدعة تشوف جلدها كأنه محروق، ها؟ بعكس هذا الضفدعة شكل جلدها كأنه محروق. شوف هذه شو تسوي هذه؟ هذه مؤمنة بالله. هذه يوم أشعلت النار لحاق نبي الله إبراهيم تروح إلى النهر وتعبي نفس السماء تجي ترمي بنفسها في النار حتى تطفي النار عن نبي الله إبراهيم. هذه موالية. لهذا أهل البيت روايات عنهم كراهة قتل الضفدعة لكن استحباب قتل ذاك الخبيث. الكلاب والخنازير والقردة هذه كلها مبغضة لأهل البيت، معادية لأهل البيت. ففي حيوانات معادية وفي حيوانات مبغضة، حتى في النباتات، حتى في النباتات ما طاب طعمه موال لأهل البيت وما خبث طعمه مبغض لأهل البيت. ربما أصل النبات مثلا من أصل خباثة الطعم، مثلا المر إذا كان نبات من أصل مر هذا لا موالي، لكن إذا لا والله المتعارف عليه أنه حلو لكن طلعت واحدة مرة هذا مخالفة لأهل البيت، معادية لأهل البيت، مبغضة لأهل البيت. يروي الرواية عن بلال وعن أنس بن مالك
يقول ان اشتروا مع الامام بطيخ وجاب الامام الى بيتهم ففتح واحدة واكل منها ما استساق طعمها رماها. قال اظن ان هذه ممن انكرت ولايتي. قال اظن ان هذه ممن انكرت ولايتي. العفو سيدنا، ما انك تطرقت الى الحوزة والى المراجع.